دلوقتي جمعتكم مع كفاية كده مع خالد جواد على النجوم اف ام والنجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. أعزائي المستمعين، أهلا بيكم وحلقة جديدة من كفاية كده على نجوم في أم ونجوم في أم تي في. يا رب الناس كلها تبقى بخير وصحة وسعادة وهنا والأمور تبقى جميلة كده وسموزي ليمون نعناع، وحياتك تكون إن شاء الله إن شاء الله هادئة، يعني ما فيهاش أي إيه أكشن يا رب إن شاء الله على طول. وعارف صديقي المستمع العزيز اللذيذ إن في مشكلة دلوقتي حالا أو بتواجهك بعض المشاكل، ان شاء الله ان شاء الله انا بقول لك بعد كم يوم او بعد كم ساعه ان شاء الله او اسبوع او اسبوعين هتلاقي ان المشكله بقت خلاص، يعني ما فيش حاجه بتفضل وحشه وما فيش حاجه بتفضل حلوه. ارجوك يعني هدئ من روعك، هدئ من نفسك، بالراحه على نفسك شويه، نفسك عزيزه قوي عليك، يعني خليك انسان جميل كده. بنتكلم في موضوع مهم جدا هيخلينا كده ايه في ساعتين من اللذاذه، وان احنا نفتكر ناس معينين في حياتنا ممكن ما نكونش كنا فاكرينهم او مش على بالنا او نسيناهم، فهذا دورهم الان. مين هم الناس دي بقى؟ طيب، او ايه هو موضوع الحلقة؟ عزيزي المستمع اللذيذ الجميل، عزيزتي المستمعة اللذيذة الجميلة، احنا بنتكلم عن مين الشخص اللي في حياتك اللي أثر فيك وإيه الموقف وإزاي أثر فيك وإيه اللي حصل. من هذا الشخص اللي هو إيه ده يا نهار أبيض، ده لولا الراجل دوت أنا حصل واحد اتنين تلاتة، أنا لولا مش عارف إيه كانت عملت مش عارف إيه، ده لولا البنت دي كان زمان الدنيا مش عارف عاملة إيه. دي المواقف بقى اللي إحنا عايزين نسمعها. طبعا طبعا مما لا شك فيه بابا وماما ليهم الفضل علينا يعني بعد ربنا، عارفين والله. بس في حد أثر في حياتك، أنا مش بتكلم في الحاجات العادية، عايزين مواقف جديدة بقى يا جماعة. يعني مثلا أنا أتذكر بما إن أنا في الراديو دلوقتي إن أنا عديت، بصوا القصة الجميلة دي، أنا كنت عايز أشتغل في الإذاعة، الكلام دوت في 2006، كان نفسي جدا أشتغل في الإذاعة، فما كنتش عارف أبدأ منين ولا أعمل إيه، فابتديت ألف على الاستوديوهات بتاعت الصوت يمكن يبقى ليها علاقة بالإذاعة. قعدت أدور لغاية ما لقيت إن كل استوديوهات الصوت موجودة في منطقة المهندسين، فابتديت، ما كانش فيه بقى جوجل مابس ولا فيه جوجل سيرش ولا ما كانش فيه الكلام ده، كان لسه الحياة مش قوي يعني، فابتديت أنزل أدور بنفسي كده وأسأل حراس العمارات، لو سمحت في استوديو هنا، لا ده بعد شارعين على اليمين مش عارف إيه، أروح للاستوديو ده وأروح للاستوديو لغاية ما لقيت استوديو فاضي ومتاح. الراجل قاعد يتكلم معايا عشان كل الاستوديوهات كانت مشغولة، فقلت له أنا عايز أسجل أي حاجة، قال لي أنت كاتب حاجة؟ قلت له آه. وقفت قدام المايك اترعبت أكنك واقف إيه قدام أبوك وأنت عامل حاجة غلط. المهم عزيزي المستمع يفاجأ ان الراجل يدخل علي الاستوديو يقول لي إيه هو انت بتعمل ايه؟ قلت له مفيش. قال لي انت اول مره تقف قدام مايك؟ قلت له اه. قال لي طيب اقف قول اي حاجه. قعدت ساعه اقول اي حاجه، بعد كده قال لي عدي عليا بكره في نفس الميعاد. عديت عليه تاني يوم، دخلني قدام المايك قال لي اقعد قول اي حاجه، احكي لي قصه، اعمل اي حاجه. قعدت كده لمدة أسبوع صديقي العزيز المستمع لحد ما اتدربت قدام وقفة المايك. اليوم السابع راح قال لي النهاردة أنت هتسجل اللي أنت كاتبه بقى. دخلت سجلته بكل أريحية. الراجل دوت ليه فضل كبير عليا، للأسف أنا مش متذكر اسمه، تخيلوا مش متذكر اسمه تمام، بس الراجل دوت ليه فضل عليا إن هو مرني لمدة 7 أيام من غير ما نطلب، والحمد لله الحمد لله بفضل ربنا اهو انا بقيت في الاذاعه موجود بعد معاناه وتدريبات وشقاء من 2006، يعني ده الموضوع كان قديم جدا. طيب
رقم الواتساب 0152952006 ورقم التليفون 3835022. مين أكتر إنسان أثر في حياتك أو بدل لك حياتك؟ قولي مين هو واشرح لي إيه القصة. 0152952006 رقم الواتساب. هنقرأ المسج حالا دلوقتي. انتوا لسه مع كفاية كده مع خالد جواد على النجوم اف ام والنجوم اف ام تي في. زير 1-52-59-1006 رقم الواتساب. وكفاية كده يا جماعة، البرنامج اللذيذ الخفيف على قلوب حضراتكم ان شاء الله، وبنتكلم عن اكتر حد اثر فينا في حياتنا. طبعا عارفين بابا وماما ناس جميلة، عارفين اخواتنا وعارفين قرايبنا وكل الكلام دوت، لكن انا عايزين قصة معبرة كده، حاجة جديدة نسمعها نستغرب كده، ايه ده الشخص ده عمل مش عارف ايه لولا ان هو كذا كان كذا. فالقصص الجميلة دي. طيب استاذ خالد، انا رجب كلمت حضرتك وقلت لك نفسي تجبر بخاطري بمشهد معاك يا استاذ خالد. والله العظيم يا استاذ خالد انا الفترة دي تعبان نفسيا ونفسي بجد اعمل مشهد مع حضرتك. والله العظيم انا بمثل، يعني انا بمثل، بس انا ما جاليش حاجه عشان نمثل فيها قدام بعض. والله ده عينيا ليك، ده انا اللي اجي لك. طب بس اعمل ايه؟ والله اعمل ايه يعني لو جالي شغل ان شاء الله؟ والله انا هاخد رقمك دلوقتي، بس انا ما فيش شغل يا باشا، ما انا نفسي امثل. ماشي، بدون الدخول في تفاصيل، اكتر حد اثر عليا في حياتي كان اقرب وأسوأ شخص دخل حياتي، ولولا أنا ما كنتش هبقى كده دلوقتي وما كنتش هعرف أوصل للنسخة دي مني حاليا. ما بقتش عبيط، فقت الحاجات كتير قوي وبقيت أعرف أتعامل مع الناس بالطريقة الصح، وبالرغم من أني ما شفتش من الشخص ده حاجة حلوة حابب أشكره وأقول له حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ. يا لهوي يا جماعة، في إيه؟ أنا بقول واحد أثر في إيه يا جماعة؟ لازم الحقد والغل يطلع ونفضل نزل. التسامح عزيزي، سامح، حاول تسامح أرجوك. محمود أبو ضيف بيمسي، حبيب قلبي أبو ضيف شكرا جدا. عايزين نسمع قصص. أين القصص يا شباب؟ ثانية. أنا العمدة حمدي من أسيوط بمسي عليك، أنا أول مرة شارك حبيبي، ربنا يخليك. طب إحنا عايزين القصص يا جماعة، هنقعد نمسي ونشارك. الشخص اللي أثر في حياتي كان مديري في أول شغل اشتغلته، وما بخلش عليا بأي معلومة نهائي، وللأسف سبت الشغل وروحت مكان تاني بمرتب أعلى، بس المدير كان بخيل جدا في معاملته، ده اللي هو في الشغل الجديد يعني، خوفا من إن حد ياخد مكانه مثلا، وبيفضل محافظ بالمعلومات لنفسه لحد ما نغلط في الشغل وناخد جزا. يا ساتر. البيست فريند بتاعي محمد دياب، لولا ما كانش زماني ناجحة في حاجات كتير قوي. همسة جمال، البيست فريند بتاعها محمد دياب، لولا ما كانش زماني ناجحه في حاجات كتير. ماشي، شكرا يا استاذه همسه. طيب عايزين قصص مؤثره بقى يا جماعه، يعني احنا عرفنا ان ايه في شويه زعل وفي واحد وحسبي الله ونعم الوكيل وفي ناس بتحاسب وحاجات كده، لا عايزين بقى ايه شويه حاجات ايه فيها امل وفيها بصيص من اي حاجه كده. لسه مكمل معاك خالد جواد على نجومه في ام ونجومه في ام تي في، رقم الواتساب 0152952006. اكتر شخص اثر في حياتك. انتوا لسه مع كفايه كده مع خالد جواد على نجومه في ام ونجومه في ام تي في. عزيزي المستمع الجميل العزيز وعزيزتي المستمعة الجميلة الرشيقة، لسه مكملين معاكم على نجومه في ام ونجومه في ام تي في وكفاية كده. طيب كنا بنقول اكتر حد مؤثر في حياتنا او اكتر حد كان ليه سايب اثر كده وعمل حاجة في حياتنا غيرت حاجة. تعالوا نشوف بقى شوية الرسائل الجميلة. عم خالد جواد، في حد مؤثر فيا وهو محمد دسوقي، وده مديري في الشغل وشخص فعلا بيشتغل على الكويس فيك لحد ما يطلع الافضل منك. الراجل اول ما اشتغلت كنت ضعيف في الشغل وكان دايما بيطور فيا وعمره ما بخل باي معلومه عليا، وفعلا بكن للراجل ده كل الاحترام والتقدير. الله عليك، عظيم جدا. يا اخي عيب الواحد انه على نياته طيب وبيصدق اي حاجه. ايه اللي وصلك للمرحلة دي؟
طيب بجد عندي قصة ليا والله مش تهريج، بس خايف أطول عليك. يا عم قول يا عم قول. صباح الفل، ما احنا قاعدين واحنا ورانا حاجة. يا أهلا خالد، أنا أكتر حاجة أثرت في حياتي في الغربة، الغربة والله. بسمعك من مكة. الله، الغربة هي أكتر حاجة أثرت فيه. يا رب تكون بفايدة وترجع لنا كده بقى يا أخي، في قصص كتيرة جدا. طيب أقول لكم أنا قصة مؤثرة لي من أحد القصص. أقول لكم قصة إيه؟ يا ده أنا عندي قصص كتير قوي مش فاكر منها ولا حاجة. لا هقول لكم حاجة لذيذة. من الناس اللي أثرت فيها في حياتي. إزاي أنا ما قلتش قصة دي؟ البطل والممثل والنجم أستاذي وحبيبي وأخويا الكبير أمير كرارة. الراجل ده صاحبي جدا 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 من زمان. كنا في النادي مع بعض، كنا بنجري حوالين التراك وننزل البول وننزل الجيم. هو راجل كان جان جدا، وكان ابتدى يعني أمير كرارة يبقى اسمه أمير كرارة. فقلت له أمير أنا عايز أمثل. قال لي يا أخي. قلت له والله. قال لي طيب أنا هتوسط لك وهعمل. قلت له لا يا أمير، أنا عايز رقم تليفون وأنا اللي هتكلم وأنا اللي تابع، وما تقولش أنت أي حاجة، يعني ما تشغلش بالك أنت. وكانت الانطلاقة من رقم تليفون، وكان مكتب كاستنج، مكتب اللي هو بيروحوا له الشباب يعملوا إعلاناته، بيبقوا في مسلسلات وحاجات كده، بس بياخدوا أدوار صغيرة أو اللي هما بيسموهم المجاميع أو الإكستراز أو الهيروز اللي بيبقوا في الإعلانات، اللي هو شاب جان كده وطلع في إعلان. أنا كنت من الإكستراز بصراحة، أنا ما كنتش جان قوي يعني. شكلي مش أحسن يعني، مش وسيم يعني. وكانت الانطلاقة في عالم الفن والميديا والإذاعة والتلفزيون وكل حاجة من الأستاذ النجم الكبير أمير كرارة حبيب قلبي، وأنا لسه شايلها له لغاية دلوقتي. وده جميل، ولازم لما تيجي سيرة أمير كرارة قدام أي حد لازم أقول له أمير عمل إيه معي، لازم مهما كان الشخص يعني، حد من أهلي، حد في الوسط، حد في شغل، حد يجي اسم أمير كرارة دايما بتذكر بالخير، أقول على طول أمير عمل واحد اتنين تلاتة. فدي من القصص الجميلة جدا جدا جدا. طيب نسمع أغنية ونرجع تاني، لسه مكمل معي خالد جواد على نجومة في أم ونجومة في أم دي في. رقم الواتساب 0152952006. أكتر حد أثر فيك في حياتك. انتوا لسه مع كفاية كده مع خالد جواد على النجومة في أم والنجومة في أم تي في. عزيزي المستمع اللذيذ الجميل المتفائل الحلو الرفيع والرفيعة والكويسين والكويسة والحلوين والإيه والناس اللي ابتدت بداية جديدة بقى، لأن احنا من أسبوعين ابتدينا بداية جديدة. قلنا ان احنا هنخس، هنغير نظام أكلنا، هنغير نظام حياتنا، هنتابع نومنا ونشوف احنا بننام قد ايه وبنصحى قد ايه وبنشتغل قد ايه وبنهتم بعيلتنا ازاي وبنروح الجيم او بننزل نجري او بنمارس اي رياضة كده عشان نفضل بس على وتيرة لذيذة، عشان نفسيتنا تكون كويسة، مش عشان حاجة ولا عشان نخس ولا عشان صحتنا تكون كويسة بس. يعني انت بتنزل تتمشى او بتجري شوية عشان صحتك تكون كويسة، مش هدفك الخسسان يا سيدي. سيبك من الخسسان او التخن او الكلام ده. بتنام كويس عشان صحتك، بتاكل كويس عشان صحتك، كل حاجة للصحة، الصحة شيء اساسي. طيب نرجع لموضوع الحلقة. مين اكتر حد او حاجة اثرت فيك عموما في حياتك او عملت لك كده ايه تيرنينج بوينت كده، اللي هو انت تحولت في الحتة يا لولا الشخص ده او الحاجة دي اللي حصلت حصل كلام كبير. شخص اثر فيا هو الكاتب احمد مراد، الله، زميلي العزيز في نجوم في ام، علشان خلانا نحب القراية، عرفني حاجات كتير اكتسبنا منهم معلومات وبينور لنا حاجات في دماغنا. علياء ودعاء، ايه ده دول انتوا اتنين؟ ماشي، عظيم جدا. طيب صباحك سعادة، ازيك؟ ماشي، مع اننا في المساء بس صباحك زي الفل. اكتر حد اثر فيا استاذ التاريخ في الثانوية العامة، استاذ وديع، لما كان يشرح
كنا كلنا كأن على رؤوسنا الطير، كلنا منتبهين لكلامه، عمري ما هنساه أبدا. هدى حقي يا أنا، لو هذكر أنا لو هذكر مدرسين يا نهار أبيض. في عندي مستر كان اسمه مستر خالد، مستر خالد ده كان بيدي ماث حساب، الراجل ده كان بيديني حساب في أولى ابتدائي. أنا الراجل ده عمره ما هنساه في حياتي أبدا أبدا. ليه بقى؟ لأن الراجل دوت من المدرسين اللي حببوني في الماث بطريقة، على اني مش شاطر فيه قوي بس انا حبيته منه، مع اني ما كنتش بفهمه بس حبه، يعني مستني الحصة بتاعته. ليه؟ كان بيدخل يتشقلب لنا، يقعد يتشقلب ويقعد يهزر ويقعد يضحكنا واحنا كنا لسه عيال صغيرة، فحبينا المادة على اغرار مدرسين تانيين يزعقوا ويشخطوا ويعملوا وبتاع. فانت يجيلك رهبة كده وانت صغير، تلاقي نفسك اتقفلت من حاجة كده. لكن الراجل ده كان بيخش يقعد يطلع بره الفصل ويروح دخلنا مرة واحدة عمل لنا شكل ويقعد يقعد واحنا نقعد نضحك على مادة. فكانت ايام جميلة والله، حببني في المادة. اكتر حاجة هي اثرت فيها ولادي، اكتشفت نفسي واكتشفت قدرات عمري ما كنت اتخيل انها عندي عشان خاطرهم. يا سيدي يا سيدي. طيب 0152952006 ده رقم الواتساب، ابعت لي مين اكتر حد اثر فيك في الدنيا كده وعمل ايه وايه اللي حصل، او احكي لي على حاجه اثرت فيك. لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. انتوا لسه مع كفايه كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. عزيزي المستمع، ازيك عامل ايه؟ وحشني، طمني عليك. الحمد لله الحمد لله، بس كده احنا بنحمد ربنا ونقول الحمد لله على الوحش قبل الحلو. خليك متفائل ان شاء الله الدنيا هتبقى جميلة ولذيذة جدا معاك، بس اصبر، الصبر برضو بيكون ايه جميل ولذيذ. طيب كنا بنتكلم عن ان لو في حاجة، يعني حكولنا حكاية كده، حد او حاجة اثرت فيك في حياتك. انا في شخص معرفش اصلا اسمه ولا يعرفني، كنت مكتئب في يوم من الايام وواقف على الكورنيش، لقيته لوحده طبطب على كتفي ولقيته بيقول لي اجمد يا بطل لسه بدري. يا نهار ابيض، ما هذه القصة؟ هي دي بقى القصة اللي احنا ايه عايزين نسمعها. اكتر حد اثر فيا زوجتي، أشبه للملايكة، وعلى فكرة عيد زواجنا 16 النهاردة، متسامحة مع نفسها جدا، كل حاجة سايباها على ربنا حتى حقها من حد. أنا همسك الخشب، معرفش هما بيقولوا كده دايما، وربنا يخليكوا لبعض ويخليلكوا النية الطيبة دي ما بينكوا دايما. الله، أنا بحب الكلام ده قوي. إيه اللذاذة، إيه الناس الجميلة النظيفة دي. سوسو مراتي حببتني في الحياة كلها، ووقت وقفت جنبي وقفة محترمة في حياتي وانا بشكرها، واحب انك توصل لها رسالة تقدير. ماشي سوسو، مدام سوسو جوزك بيحبك جدا، وشكرا ان انت واقفة جنبه، ويا رب تفضلوا واقفين جنب بعض العمر كله. طب كنت تكتب اسمك يا خالد؟ افتح الرسالة. حاضر، افتح الرسالة وانت هتعرف ليه قلت كده. حاضر ماشي. صديقتي هي عملت معايا واجب مستحيل انساه. الحكاية ان انا كنت اتعرفت على واحدة كانت معايا في نفس الفصل في المدرسة، يعني وانا ما كنتش اعرف عنها حاجة، وكانت بتقول لي حاجات فيك وانا ما اعرفش غير، اما حكيت لصديقتي على الكلام اللي قالته لي والاحداث اللي كانت بتقولها لي، وعرفت منها ان هي كدابة وبتكذب عليا، وهي كانت مش كويسة، وهي بنت بجد. يا نهار ايه، شتايم؟ بتشتمي؟ كنت هقول شتيمة على الهوا. يا جماعة انتوا ليه بتعملوا معايا كده؟ عايزين ناخد فصل؟ اتجزي في شغلي؟ ما ينفع. ايش ايه كاتبه شتيمة ليه؟ وندمت اني عرفتها في يوم من الايام، وبنات كتير كمان قالوا لي انها مش كويسة خالص. صديقتي فرحة، بشكرك جدا ماي بيست فريند. يا اخي عيب الواحد، عيب الواحد ان على نياته طيب وبيصدق اي حاجة. انا قريت اخر مسج دي. اوكي ماشي.
اسمي مصري، محمود صابر مهران. اهلا وسهلا. الحد اللي اثر فيا انت يا استاذ خالد جواد. ايه ايه يا اخي ده، انت راجل محترم جدا واخلاق عاليه، وبستنى الحلقه بتاعتك كل اسبوع، بحبك اسمع يا اخي. نفسي اقوم اقف بس مش هينفع، المخرج جاي. شكرا والله العظيم شكرا. ايه ده، ايه الكلام الجميل ده؟ لما بسمعك بحس ان الدنيا بخير يا اخي. عارف ليه؟ لان انت راجل جميل ومتسامح وراجل طيب القلب والعقل. شكرا ان انت موجود اصلا، وشكرا على رسالتك الجميله دي، خلت يومي مختلف والله العظيم. شكرا، يعني خلت الواحد عايز يكمل كده. لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. قول لي ايه هي اكتر حاجه اثرت فيك في حياتك. 0152952006. سمع كفايه كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. عزيزي المستمع الجميل، لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ويمكن دي نهاية الحلقة. بس عندي كلمة لذيذة كده احب اقولها لاشخاص غيرت في حياتنا، وممكن يكون حد اثر في حياتك او غير فيها بشكل ما، ساب حاجة حلوة، ويمكن ساب حاجة حلوة اكتر من ساب حاجة وحشة، عشان في ناس سابوا حاجات وحشة في حياتنا، فدي علمتنا حاجة. بس ياريت نتعلمها بحاجة إيجابية، ما نفضلش شايلين، أو ما نفضلش قلبنا شايل كده قسوة وحقد وتقل وحاجات كده، لأن ده في الأول وفي الآخر هيأثر علينا بشكل سلبي في حياتنا. يعني هنفضل متضايقين كده كده، يعني هنفضل في حتة كده مش لذيذة. فليه نعمل كده؟ لا، ممكن نكون ألذ وأحسن، وممكن نكون يعني نتصالح مع نفسنا. الله، كل الكلام اللي انا قلته دوت ايكوال او يساوي ان احنا نتصالح مع نفسنا ونتصالح مع الاخرين. خلاص، اللي عمل حاجة عملها، والحق هيجي هيجي، وربنا هيبارك في اللي جاي اكيد، وهيبقى فيه حاجة كويسة دايما. لكن اللي مش حلو ان انت تفضل شايل حاجة تقيلة على قلبك، تفضل تعباك وتفضل مخلياك ولا بتنام، وعايز تنتقم وعايز تعمل، لا ده انا كنت المفروض اقول، لا ده انا المفروض كنت عملت، ده انا المفروض كنت سويت. كل ده خلاص بقى، كل ده مش عايزينه يعني يبقى موجود. انا بشكركم جدا، وبشكر كل حد سمع البرنامج النهاردة، وبشكر كل الناس اللي كانت موجودة، وفي مسجز كتير قوي وكلها ايجابية. يعني بص انا اول مره اتواصل على الهوا، بس بجد انا بحب فيديوهاتك جدا، بتابعك على السوشيال ميديا، بجد بتعرف توصل للقلب من غير اي مجهود. شكرا. يعني بص، في مسجات والله كتير جدا من دي يا جماعه، انا مش بحب اقراها، بس الناس دي جميله جدا. يعني في ناس عظيمه جدا بتقعد تبعت حاجات لذيذه قوي، فانا بشكركم من قلبي قلبي قلبي، شكرا جدا. طيب الحلقه خلصت، شكرا جدا ليكم. اشوفكم يوم الاثنين اللي جاي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، يوم الاثنين من الساعه 3 للساعه 5. وياريت الناس الجميله بقى تعمل حركه لذيذه، 0152952006. انا هتابع المسجز، شوفوا عايزين تتكلموا في ايه. يعني لو في حاجه نفسكم تتكلموا فيها، انا هفر كده المسجز ونشوف ممكن نعمل ايه يوم الاثنين اللي جاي منكم، يعني انتوا اللي تقولوا او انتوا اللي تحددوا. شكرا جدا ليكم، مستنيكم يوم الاثنين اللي جاي. شكرا، باي باي. كنتم مع كفاية كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.